وفي 20 أكتوبر 73 لما أقصى الرئيس السادات الفريق الشاذلي وعين مكانه الجمصي، ما كانتش دي بداية المشاكل الكبيرة بين الشاذلي والسادات، لأن في 12 ديسمبر من نفس السنة تم تعيين الفريق الشاذلي سفير بالدرجة الممتازة في وزارة الخارجية، وبقى سفير لمصر في إنجلترا لحد سنة 1975، وبعدها في البرتغال لحد سنة 1978. لكن المشاكل الحقيقية بدأت بعد توقيع السادات لمعاهدة كامب ديفيد سنة 1978، واللي انتقدها الشاذلي بشدة وعارضها علانية، واتهم الرئيس السادات بالديكتاتورية. فلما كتب الرئيس السادات كتاب البحث عن الذات واللي اتهم فيه الشاذلي بانه هو السبب في الثغرة، فرد عليه الشاذلي وكتب مذكراته هو كمان، واتهم الرئيس السادات بانه السبب في كل اخطاء الحرب. بس المشكلة ان الكتاب ده كان فيه ادق تفاصيل الحرب تقريبا، وده ممنوع لانها اسرار عسكرية، واتحكم عليه غيابيا سنة 83 بثلاث سنين سجن ووضع ممتلكاته تحت الحراسة. ولما رجع الشاذلي لمصر سنة 92 اتقبض عليه في المطار علشان ينفذ الحكم، وبعدها بسنة كده خرجه مبارك بعفو عام. لكن اعتقد ان التاريخ اثبت لنا ان السادات ما كانش غلط ابدا في قراره بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، ودول كتير من اللي قطعتنا وزعلت مننا وقتها بقت بتتمنى بس انها تقعد مع اسرائيل، واسرائيل هي اللي كانت بترفض وتتشرف. لكن يمكن من اكبر الاخطاء اللي عملها السادات انه امر بازاله كل صور الشاذلي من صور الحرب، وتم تجاهله تماما في احتفاليه مجلس الشعب بقاده حرب اكتوبر، واللي سلمهم فيها الرئيس السادات الناشين والاوسمه، حتى ان نجمه سينا بعتها له الرئيس السادات مع مندوب من رئاسه الجمهوريه لما كان سفير في انجلترا، وكمان شالوا صورته من بانوراما حرب اكتوبر، وهو الوحيد من قاده حرب اكتوبر اللي ما تكرمش باي نوع من انواع التكريم، ودي حاجه كانت لا تليق اطلاقا بقائد شارك في كل الحروب المصريه وكان ليه دور كبير فيها. والكل قصة حكاية، وانا هقول لكم على اللي فيها. تابعوا الستوري علشان